راديو نيل. يلا اونلاين لسه مكمل معاكم لحد الساعه واحدة، ولسه بنتكلم عن ازاي تتجنب الاحتيال على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. وكمان سؤال مسابقتنا النهارده، متى تم اختراع ماوس الكمبيوتر؟ 1960 ولا 1963 ولا 1966؟ ابعتوا لنا الاجابه الصح على رقم الاس ام 153، وكمان على نغم اف ام بالعربي وبالانجلش صفحتنا على الفيسبوك. يمكن كنا بنتكلم في كذا مصدر ممكن ان احنا يعني نتعرض من خلاله لنصب وطرق احتيال من على مواقع التواصل الاجتماعي زي الأصدقاء المزيفين أو الفيك أكاونتس اللي موجودة كتير جدا على السوشيال ميديا. ويمكن كمان يا هبة من المصادر اللي للأسف ممكن نتعرض لها ويمكن كتير جدا جدا مننا بنجري عليها، هي التطبيقات أو الابليكيشنز اللي بنعملها داونلود وبتكون فور فري أو بتكون بشكل مجاني، يعني بنستسهل، أو اللي هو تطبيق موجود متاح للجميع بشكل مش ما فيهوش جانب مادي كبير او ما فيهوش اصلا جانب مادي، فعلى طول نعمل له داونلود. دي من اخطر الحاجات او من اخطر المصادر اللي ممكن نتعرض لها ونعرض البيانات الشخصيه بتاعتنا للخطر ونكون للاسف ضحيه. ليه؟ لان اولا انت الاكاونت او التطبيق ده ممكن يطلب منك بيانات شخصية دقيقة جدا، ممكن يطلب منك حاجات مش عارفة، أسئلة مميزة، وعارفة أنت الأسئلة بتاعت اللي هي حاجات تكون مميزة أنت بس اللي تعرفها بالضبط. فبالتالي أنت بتعمل سيف للحاجات دي بمنتهى يعني النية الطيبة اللي جواك، وأنت للأسف ما تعرفش أن كل الحاجات دي ممكن تتقلب ضدك. أنت استخدمت حاجة فور فري بس البيانات الشخصية دي أنت اديتها له على طبق من ذهب. فدي من أخطر الحاجات ومن أخطر المصادر اللي ممكن نتعرض لها يا هبة. ده أكيد، ومش بس التطبيقات المجانية، كمان الهدايا والمسابقات والبحوث المسحية اللي كتير مننا بيحب جدا يشارك فيها. لازم نعرف نوع شخصيتنا. يعني هي الهدايا دي برضو بتبسط الناس قوي وتلاقيها داخلة عليها جدا وبتشارك فيها، لأنه هدايا وهمية. يقولك مبروك كسبت، أو المسابقة دي هتكسب فيها آيفون، أو المسابقة دي، بتلاقي الناس على طول دخلوا وتبرعوا بمعلوماتهم الشخصية الدقيقة جدا اللي بتطلب منهم، وبالتالي بيقعوا ضحية الاحتيال. بالضبط، لأن الناس مش مدركين أهمية المعلومة أو أهمية معلوماتهم الشخصية. حضرتك هقول لك بمنتهى البساطة، يعني ممكن أن ياخد معلومة صغيرة جدا باسمك مثلا الثلاثي أو الأكاونت بتاعك أو المكان، مكان شغلك أو رقم التليفون بتاعك، بمنتهى البساطة بيطلب كمان الحساب البنكي. بالضبط، لا هو ممكن بقى يدخل بالمعلومات دي على الأكاونت البنكي بتاعك أو الحساب البنكي بتاعك، ومنها طبعا تدخل في مشاكل يعني إحنا في غنى عنها. فعلشان كده هبة بنحاول نقول قدر المستطاع بياناتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي دي حاجة ليك انت، وياريت كمان ما تكتبش كل، يعني ما يبقاش ده متاح، ما يبقاش ده موجود، ما يبقاش دايما معلوماتنا الشخصية والبيانات بتاعتنا دي متاحة للكل يا هبة. ده اكيد. برضو كمان البحوث المسحية والمسابقات اللي انت بتحب تخش تشوف حظك فيها. ودي مشكلة كبيرة، ان كل الناس بتحب تخش وتشارك في الموضوع ده، وبالتالي بتتبرع ببيانات شخصية كتيرة جدا بتبقى عرضة للاحتيال. كمان لازم تخلي بالك جدا من صورك الشخصية على طبعا السوشيال ميديا، لأنه أحيانا بتستغل من يعني ناس محتالين كتير، وللأسف زي ما قلنا في اللينك اللي فات أن أنت بتعمل آد لناس كتير جدا ممكن ما تبقاش عارفهم، وبالتالي الأشخاص دول ممكن يستغلوا بياناتك الشخصية على السوشيال ميديا وصورك وحتى كمان الكومنتات اللي بتحطها، ويبدأ يشتغل عليها عملية احتيال. طيب خلينا نفكركم تاني بسؤال مسابقتنا، متى تم اختراع ماوس الكمبيوتر؟ 1960 ولا 1963 ولا 1966؟ الإجابة الصح طبعا على رقم الاسم 153، وكمان على نغمة فأم بالعربي وبالإنجليش صفحتنا على الفيسبوك طبعا، عشان تكسبوا معنا 2 فاوتشر من جوميا بقيمة 500 جنيه. خليكم معنا.